1967 قدم الباحثين برني جلاسر وإنسيل مجتروش منهجية جديدة في البحوث النوعية اسمها Grounded Theory أو نظرية التأسيس أو النظرية البنائية أو النظرية المجزرة، هي الترجمة الحرفية النظرية المجزرة، لكن هي منهجية بناء. وفي عام 1978 قدم شتراوش وجوليت كوربن بعض التعديلات على النظرية دي، تعديلات جيدة جدا، وإلى وقتنا هذا يجرى إضافات للنظرية. أول حاجة أنا عايزة أقول إيه سبب إن أنا عملت الفيديو ده، ما كل الناس متكلمين في نظرية التأسيس قبل كده. للأسف الكلام اللي وارد والأبحاث اللي واردة أو متوفرة عن نظرية التأسيس أبحاث نظرية بحتة، يعني كلام نظري فقط، لا يوجد أمثلة للتطبيق. يعني إذا وجدت ناس من الخليج مثلا عاملينها أو كده، أو ناس أجانب عم مستخدمين النظرية في أبحاثهم، عند لو دخلت الأبحاث بتاعتهم هتلاقي إن هم ظاهرين النتائج بتاعتهم، ولكن مش طبعا مش مصورين كتابهم بالكامل. فالمتوفر ليك، وانت لو نزلت الكليات التربوية هتلاقي في الأقسام بتاعت البحوث الاجتماعية هتلاقي كلام برضو عن البحوث النوعية، ولكن كلام نظري برضو، الكلام النظري متوفر، لكن المشكلة التطبيق، ازاي استخدم النظرية دي. قبل ما ادخل برضو في موضوع نظرية التأسيس، عايزة اقول الفرق بين البحوث الكمية والبحوث النوعية، اللي الفروق دي خلت جلاسر وستراوس ينتقدوا الاسلوب ده في البحوث الكمية ويلجأوا للبحوث النوعية. هما تذكروا او وجدوا ان في رتابة زايدة عن اللازم في البحوث الكمية، لان البحث الكمي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على انك بتجيب نظرية مسلم بها وانت بتقول وراها امين، تاخد النظرية دي بتطبقها على المنتج بتاعك، سواء اذا كنت هتقدم منتج او على الخدمة، منتج مثلا، منتج في التصميم مثلا، في فنون تطبيقية بتقدم منتج، او هندسة طبية بتقدم منتج، او بتقدم خدمة مثلا لو انت في كلية تربوية بتقدم خدمة او منهج او اسلوب لتدريس التلاميذ، دي خدمة وده منتج. فهم لقوا ان في رتابة في البحوث الكمية، هم شايفين ان البحث النوعي يظهر اكتر شخصية الباحث، وبيعمل صفة حلوة اللي هي المشاركة المجتمعية، بحيث ان الباحث هيوجه الاسئلة بتاعته للمشاركين المتخصصين اللي هيشاركوا في الاسئلة دي اللي هيدوله الاجابات، وبكده مش هيبقى بنى النظرية لوحده. تتكون من ماذا النظرية المجزرة؟ النظرية المجزرة أو نظرية التأسيس هي عبارة عن جذور زي جذور الشجرة. الجذور دي هي عبارة عن البيانات اللي انت هتسقيها علشان تخرج في النهاية عن طريق الاستدلال والاستقراء، هتخرج عن طريق الاستدلال والاستقراء ثم بنتائج، ثم هذه النتائج تستنبط منها العناصر اللي هتستخدمها في بناء نظريتك. طيب البيانات بتاعتي دي هي انا جبتها منين؟ اول حاجة مثلا انت عندك بحث، مثلا البحث بتاعي هضرب مثلا فلسفة الابداع في مثلا شيء معين في الطبيعة، المخلوقات الكائنات البحرية مثلا، في تصميم المطابخ كده. البحث بتاعي في كذا جزء، جزء فلسفي بحت، جزء عبارة عن تصميم بشكل عام، تصميم المطابخ بشكل خاص، العناصر البحرية دي، الكائنات البحرية دي. فالبيانات بتاعتي فيها كذا جزء دلوقتي. الأجزاء اللي هينفع أخد فيها آراء مشاركين هي اللي هبدأ أكون فيها أسئلة. الأسئلة في البحوث الكمية مش أسئلة مفتوحة، لا، هي أسئلة مغلقة الإجابة عليها بيكون صح أو غلط أو نعم أو لا. وللأسف كثير من الباحثين بيقوم بتزوير نتائج البحوث الكمية علشان يختار المنتج اللي هو بيميل ليه.
اما في البحوث النوعيه مفيش تزوير خالص، لانك بتشرح والشرح بتاعك بتسجله، بتكتبه يعني، فكلامك منطقي، بتتسلسل منطقيا، تستخدم بيه تستخدم الاستقراء والاستنباط. الفرق الاول بين الاستنباط والاستقراء، احدهما مرحله في الاخر. فالاستقراء هو اني اخرج بنتيجه او رؤيه مبدئيه من خلال المعطيات، يعني انا عندي كذا معطى، ابدا احللهم، اضرب مثلا، انا استدل من خلال عرض كذا وكذا على وجود المرض الفلاني، كده استقراء، اللي هو من خلال الاستدلال. الاستدلال مرحلة في الاستقراء، والاستقراء مرحلة في الاستنباط، من وجهة نظري يعني، ممكن تكون مكتوبة في حتة مش عارفة ممكن. فأنا بتستدل على وجود مرض معين من خلال دلائل كذا وكذا، وتحققت منها، ده كده استقراء. الاستنباط بقى ان هو بتنتقل من قضية المرض والعرض الى قضية اخرى، وهي قضية العلاج، تنتقل من قضية الى قضية بمبادئ جديدة وتبتكر بقى علاج. فبعد ما عملنا الاستقراء، طبعا بعد ما عملت الاستقراء للبيانات اللي انا جمعتها، وبالمناسبة البيانات اللي احنا جمعناها بعد ما جلاسر في الاول كان قايل ان عناصر نظرية التأسيس بتعتمد على المقابلات الشخصية فقط، او البيانات المتخصصين او المشاركين بيشاركوك فيها، بعد كده لما ستراوس وجوربن قالوا لا، احنا ممكن برضو نضيف نظريات، لكن مش تبقى بشكل اساسي، انما هتبقى بشكل مؤيد، او بتشرح بتشرح اكتر البيانات اللي انت جامعها. وانا بتفق معاهم صراحة، لان النظريات والمجلدات والحاجات دي ليست عبثية بحتة، ممكن يكون فيها ميول، ممكن يعني بفترض كده يعني، ممكن يكون فيها ميول شخصية، ممكن يكون فيها ترجيحات، ولكن انت حر في بحثك، انت بتجري المسألة بشكل منطقي، فانت كمان هتحط وجهة نظرك. فنظرية التأسيس بترتقي بيك من مجرد باحث عادي مقلد كمي الى باحث مدير، انت بتدير اراء المتخصصين الى ان تصل بنتيجة مقنعة انت عملتها. طبعا الاسئلة اللي انت بتقدمها للباحثين هي احترام ليهم، يعني بشكل راقي، نوع مشاركة راقية جدا ان هم يجاوبوك، وبرضو شيء راقي برضو ان انت تسألهم، انت مش بتختبرهم مثلا او حاجة زي كده، لا طبعا، ممكن للأسف ممكن حد يكون فاهمها كده، بس لا، انت بتسألهم علشان رأيهم مهم بالنسبة ليك، هم بيشاركوا معاك في بحثك، فدي حاجة جميلة، تعاون جميل جدا بينكم. دي حاجة من الاستفادات اللي استفدتها في نظرية التأسيس. انا لسه مخلصتش بحثي طبعا، ولكن بقول بس هو ماشي بالطريقة دي. بالنسبة للترميز، الترميز انا ازاي بعمل ترميز، يعني مثلا كنت شارحه، كنت ضاربه مثلا ان انا بستخدم مثلا الكائنات البحريه في تصميم مطابخ، فانا مثلا لما هسال حاجه شويه اسئله حول التصميم، مثلا التصميم اللي حقق جماله في ايه، ممكن الناس اكتر الناس يركزوا اكتر على التوازن، اكتر الناس يركزوا اكتر على الاحساس والجمال، يبقى الاجابات بتاعتي هصنفها هعمل لها ترميز ازاي. في بعض الاجابات هرمز ليها، ده بضرب مثل برضو، في بعض الاجابات هرمز ليها مثلا العقل، اجابات عقلية، في ناس تستخدم تقول شرح او هتكتب مقال كاجابة واجابتهم بتدل على العقل، او بتدلك على انك تعتمد على عقلك في التصميم. في ناس تانيين ممكن اجابتهم بتدل كان انت
المفروض تعتمد على إحساسك أو عاطفتك في التصميم. فده ترميز، ده رمز اللي هو العقل، وده رمز اللي هو عاطفة، وده رمز في حد تالت ممكن مثلا إجابته بتدل على إنه بتمزج بين العقل والعاطفة. فده الترميز، إنه أنت بتقرأ الإجابة مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان تقول آه ده بيدل على عقل، ده بيدل على عاطفة، ده بيدل على شكل هندسي. ده في ناس بتعتبر ان الجمال بيعتمد على الشكل فقط. يعني دي وجهات نظر كلها مفيدة حتى لو اختلفت، الى ان تصل تشوف يعني الاغلبية واخدة ايه. والحوار بتاع الاغلبية دي، الكلمة دي كلمة كمية على فكرة، ولكن الاحصاء في البحث، الاحصاء في البحث النوعي هي خطوة هتفيدني في البحث. عفوا، وانا قلت نقطة ايه، انا قصدي اقول ان الاحصاء اللي هستخدمها او الاستبيان اللي هستخدمه في البحث النوعي بعد نتائج تحليل الاستبيان، هي باجري الاستبيان بعد ما خدت المقالات، ما انا بحوله لاحصاء زي الموجودة في البحوث الكمية. الخطوة الكمية دي هي خطوة في البحث النوعي تساعدني على استخراج البيانات. اذا البحوث دي برضو من الاراء اللي اتقالت بعدين والاضافات اللي اتقالت في نظرية التأسيس، ان البحث او منهجية البحوث الكمية تستخدم كبند او كمساعد او كوسيلة لتساعدني في اجراء البحوث النوعية. فالبحث النوعي وصل لمرحلة انه ديمقراطي جدا، هو بيسمح لك بانك في اجزاء تستخدم النظريات، لكن مش مسلم ده، بتستخدم النظريات كمساعد او كشارح او حاجة بتوضح لك الحاجات اللي انت جمعتها او كمؤيد. يعني فهي البحث النوعي ديمقراطي في حاجات كتير، فشايفة ان هو ارقى بكتير. يعني البلاد الأجنبية والبلاد الأوروبية مش أحسن مننا في حاجة عشان هم يستخدموا البحوث النوعية وإحنا لأ. فأنا شايفة إن هي منهجية راقية قوي وممتعة، هي شاقة في حوار إن أنت بتجمع البيانات. وإحنا دلوقتي في وقتنا في مثلا حاجة زي كورونا عاملة مشكلة في اللقاءات وكده، اللقاءات العميقة العميقة عاملة مشكلة في حوار اللقاءات، فانت ممكن تحاورهم عن طريق النت. وبتمنى الواحد ان المشاركين يعني ياريت يعني يتكرموا بمساعدة الباحث في الاجابات دي، لان هو فعلا بيكون محتاج للاجابات وهي هتساعده ان شاء الله يعني.